تخلت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن مساعيها البرلمانية لعرقلة قانون يهدف إلى منع البلاد من مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. مهدت هذه الخطوة الطريق لإلزام جونسون بأن يطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد الموعد النهائي لخروج بريطانيا لمدة 3 أشهر إذا فشل في التوصل إلى اتفاق انتقالي عبر المفاوضات مع التكتل بحلول منتصف أكتوبر تشرين الأول المقبل. وقال جونسون أنه يعارض التمديد وأنه مستعد لإتمام الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق إذا لزم الأمر.